بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليمن والمسرات في هذا اليوم، في هذه الأيام الفضيلة مع انطلاقة سن الحقائق وهذا المهرجان الغالي على قلوبنا ختامي الوثبة، مع انطلاقة أولى أيام سن الحقائق في أول أيام هذا العرس التراثي لفئة الإنتاج والمنتجين. انطلق شوطنا قبل لحظات الخاص بالحقائق الإبكار، شوط من خلاله نكشف حقائق وأسرار هذا الذلل الأصايل. مقدمة الشوط المركز الأول، نتابع انطلاقة هنالك طوع لحمد بن سيف بن فالح الشامسي على البداية الأولى، بينما المركز الثاني النقل والدور في هذه اللحظات الحضور من قبل الظبي لعلي بن خليفة المرر الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الحضور من منصورة، من تظهر بأجمل صورة على شاشة قناة ياسة، مطر بن عبد الله الشامسي على المركز الثالث بدا بالحضور إلى المركز الثاني. المركز الرابع حاملة الرقم 4 غيه سالم من بخوت المنهالي بدأ بالانطلاق. المركز الخامس وصلت الأسماء، الله يا هذا الحضور المميز الفاتنة بشكلها الفاتن الحاضرة مع محمد بن سلطان. من يحضر في هذه اللحظات؟ العواني يحضر في هذا الشوط ويقدم لنا الفاتنة. هكذا أيها المتابعون الكرام عبر قناة ياس، عبر الأثير فم، الخمس المراكز الأولى في شوط الحقائق في معارك الوثبة وأجوائها الجميلة في هذه الرياضة الغالية على قلوبنا، رياضة اللجنة العربية الأصيلة، عرقة الماضي، طموح المستقبل، فخر للأجيال. العودة مع هذا الصباح الجميل، عودة إلى انطلاقة منصورة. منصورة مع الكيلوين، من تبحث عن النصر فالنصر لمن بين هذه الأسماء، بانطلاقة مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي. ولكن أرى أسماء، أرى كوكبة من الأسماء الحاضرة اللي وصلت في هذه اللحظات، من تنطلق بانطلاقتها الجميلة حاضرة أسرار. بدأت تنكشف الأسرار وحقائق هذه الحقائق. سعادة مطر بن حمد الشامسي ينطلق إلى البداية، يقدم لنا أسرار المصرة للأنظار. ما شاء الله تبارك الرحمن، تنطلق على المركز الأول. الله، أيضا اللي وصلت في هذه اللحظات حاضرة باسمها الهودة حمد بن سالم النعيمي الحاضر في هذه اللحظات ووصلت الأسماء. أيضا أتابع الحاضرة سلهودة غانم بن محمد الخيارين يحضر في هذه اللحظات، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. الله يا هذا الحوار الثنائي، حوار من أجل ذلك الناموس الغالي، وأي ناموس يحمل اسم مهرجان الوثبة، ختام الوثبة، ناموس غير. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الزحمة، كيلو اللي ما في رحمة، ما في رحمة، اما الناموس والا فلا. روحت منصورة ولكنها ثلاثية مجنونة، ثلاثية نارية. مين اللي من الجانب الايمن هناك؟ استلمت زمام الامور في هذه اللحظات. النايفة حمد بن سعيد الاكتبي، ولكن عمالة ولا عمالة، راشد بن علي بن خليفة المزروعي. اي صراع، اشتد الصراع. الله
يا إلهي يا إلهي، والله يا هو منظر مرعب 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 مرعب. الحاضرة اللي وصلت الزاهية محمد بن سلطان الدرعي، ولك روحت النايفة النايفة النايفة. ولا 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 اللي حضرت الزاهية زاهية ولا النايفة، أي صراع. اللحظات الأخيرة اللحظات النهائية، 200 متر أخيرة نهائية نهائية. روحت بالناموس الزاهية محمد بن سلطان الدرعي. سلام سلام، راعي الزاهية بطل بطل بطل. عنوان هذا الشوط المركز الثاني، حضرة النايف حمد بن سعيد لكتب المركز الثالث. المركز الثالث في هذه اللحظات اسرار لسعادة مطر بن حمد الشامس. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع شعار ايها المتابعون الكرام الشاينية لسلطان بن سعيد القحطاني. المركز الخامس شعار اعمال لراشد بن علي المزروعي. هكذا هو نتيجة هذا الشوط للخمس المراكز الاولى. تانين والناموس للبطل لهذا الشوط الزائل محمد بن سلطان الدرعي بطل هذا الشوط. توقيت الزمني هذه لحظة وصوله قاطعت مسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني قدره 5 دقائق 52 ثانية، 9 أجزاء من الثاني. تانين والناموس المركز الثاني النايفة، وشعار شعار حمد بن سعيد بن جمعة الكتبي. توقيت الزمني 5 دقائق 53 ثانية، جزئين من الثاني. المركز الثالث شعار مطر بن عبد الله. مطر بن حمد الشامسي. توقيت الزمني 5 دقائق 56 ثانية، 7 أجزاء من الثاني. تنين والناموس لجميع الفائزين.